إننا نعيش اليوم في عصر التقنيات الحديثة، التكنولوجيا التي تتطور بشكل سريع جدا، والخدمات التي تقدمها تلك الشركات التي تعمل في هذا المجال والتي استطاعت أن تواكب الركب أيضا من منافسة شديدة في مختلف أنحاء العالم. فنجد في معظم الدول الشركات المنافسة في تقديم الخدمات الاتصالات وكافة تلك الإمكانيات التي تتيح للمجتمع أن يتواصل، أن يقدم ما يستطيع تقديمه من ما لديه من أعمال أصبحت بشكل إلكتروني، وما يمكن له أن يكون فيه راحة، وما يستطيع أن يكون فيه تطوير. وهذا ليس في مجال بحد ذاته، إنما هو في جميع المجالات، مجال الطب والهندسة والتسويق ومختلف العلوم التي يمكن أن تفيد البشرية بشكل أو بآخر ويستفيد من المجتمع. وهذا هو المتوقع والمنتظر مما يحدث من تطورات في مجال المجالات.